يعني انت بتشرح بتقول له ده اصل هو بيلف ومداري وشه او حاجه زي كده يعني. لا يعني ده وضع جسمه الطبيعي انه يعمل كده فالكره تيجي في ايده، هو لا بيحاول يعني هو رايح مقارنه مش ضرب جزاء استبعاد. يا كابتن فده فده تبريراته يعني. ايوه انت بتنفذ القانون بالظبط، انت ما تقولش اصل هو بيلف ومش قصده. يعني ايه يعني ايه اللي مش قصده؟ الكره جت في ايده. مفيش حاجه اسمها اقتناع، انا مش مقتنع، في حاجه اسمها لوائح وقانون. أيوة بالظبط، هو انا ما باخدش رايك في حاجه، بالظبط ما بقولكش مثلا والله فاللي هو صحيح القانون. انا انت قاعد تقول بيلف ومش بيلف وغصب عنه اصل هو ده الوضع، وضع ايه؟ انت مالكش دعوه بالكلام ده، انت بتنفذ القانون. جت في ايدك احسبها قانون، صح، برافو عليك، احسبها بلانتي، صح، ما جاتش خلاص كمل لعب، صح. لكن ما تبررش او انت تقول تشرح للناس اصل اللعيب نيته كذا. طب ما انا واحد بقى في ال 18 اتزحلقت غصب عنه، هتقول غصب عنه؟ وعمل بلانتي هتقول غصب عنه؟ طبعا لا طبعا. فلا يعني حاجه مش منطقيه خالص يا كابتن طارق، والحمد لله ان الحته دي اتذاعت. هي غلط طبعا، هي جت من ربنا. ما انا بقول لك يا كابتن هي رب لطف ربنا سبحانه وتعالى علشان يبين نيه البني ادم. سبحان الله. فاللي هو انت يعني الحته دي اتذاعت عشان الناس كلها تسمع. ده في ناس مصره اللي هو فعلا فيها كابتن، الناس هي دي اللي بتعمل الفتنه، اللي هي تقول ايه اصل المخرج زملكاوي فعشان كده عمل الصوت اصل ويجيب بالاسم. ده هي عفوي، دي جت عفوي يا كابتن. لا انا بقول لك اللي انا بسمعه اللي بيتقال يعني عشان يقول لك ابعد بقى عن التعصب والكلام ده كله. طب ماشي انا ابعد عن التعصب، ما تقولش بقى كابتن طارق بيذيع اصله زملكاوي. طب احنا عارفين هو زملكاوي. طب حد مش معروف وماسك حاجه مهمه، اخراج اي حاجه، كاميرا مان مثلا، اي حاجة. اصل هو فلان الفلاني اصله زملكاوي فمش عايز. ده اللي بيعمل التعصب، فكلام مش منطقي خالص. وانا مش مع اذاعه اصلا الكلام الحوار بين الحكم وحكم الفار، لكن الحمد لله جت من عند ربنا. لكن برضو في الاول وفي الاخر يا كابتن بقول انت كحكم انت ما تبررش اللعيب، ما تحطش حجه للعيب اصله بيلف فغصب عنه جت في ايده. صحيح، انت بتنفذ القانون قولا واحدا، ما تشرحش. ف اتمنى يعني الامور تتظبط اكتر من كده. يعني نادي الزمالك نادي كبير، فما ينفعش اللي بيحصل مع نادي الزمالك، لان لو في اللي حصل ده لو حصل في احد الانديه كانت الدنيا قامت ما عادتش. صحيح.